أنا قلت لك في عديد البلاطوهات لا نحسن الاستثمار في الفوز ولا نحسن الاستثمار في الهزيمة. عندما فزنا بكأس إفريقيا لم نحسن الاستثمار في تلك الكأس، وعندما خرجنا من الدور الأول البعض يسميها نكسة، سميها مثل ما شئت، لم نحسن أيضا التعامل مع هذا الإخفاق. من المفروض أن نعود إلى طاولة النقاش، نحلل، نقيم، ثم نذهب إلى البحث على خليفة بالماضي الذي رفع مستوى الطموح جد 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 عالي. لكن فريد، أنا كنت كنت تتكلم نقرأ بين السطور، نعطيك سؤال تجاوبني بنعم أو لا. كنت في أعداد سابقة تؤكد على واحد، يعني التفصيلة صغيرة، دائما تقول لي أنه جمال بالماضي لا زال مدربا للمنتخب الوطني. هل جمال بالماضي اليوم لا زال مدربا للمنتخب الوطني؟ قلت لك وحددت مصطلحاتي، وقلت لك أنني أختار كل الكلمات بعناية وبتركيز شديد. اليوم وليس أمس وليس أول أمس، جمال بالماضي لم يعد مدربا للمنتخب الوطني. اليوم وليس أمس وليس أول أمس وليس أول أمس. تعطينا تفصيل فارد لماذا؟ لا أستطيع، ليس كل ما يعرف يقال. أنا متأكد بأن لدي ما أقول في هذه النقطة. قلت لك اليوم المنتخب الوطني الجزائري صار بدون بالماضي كناخب. يعني هناك طرف أمضى، يكون بالماضي يكون الاتحاد الجزائري أمضى على الإقالة ولا الاستقالة، هكذا. ليس مدربا جمال بالماضي على رأس المنتخب الوطني اليوم. أمين. أنا رفض يعطينا التفصيل. نعرف فريد لدرجة متوقع حاجة، لذلك أعطيته سؤال مغلق، قلت له يعني بنعم أو لا. أنا ربني ما هو قال لك اليوم صافي، أعطاك تفصيل، يعني تفصيل مهم جدا. ناصر بويش، نواصل. والله أنا نحب نتحدث على الأسماء المطروحة في الفترة الحالية، وأنت تحب أيضا تتحدث على الأسماء. البرتغالي خوسي بيسيرو وفق تصريحات وكيل أعماله، الرجل يريد. هذه واش حبيت أنا نسمع؟ نكمل لك سؤال؟ لا نسمع ما تكمل لي. الاتحادية لا، الاتحادية ما راحش تتفاوض مع بيسيرو ولا بيتكوفيتش ولا رينار ولا أي، مع رجال اعمال، مع رجال اعمال ذلك. لذلك الوكاله ذكرت تفصيله يعني مهمه جدا. تفضل. نبحث على مدرب انهزم مع خليفه مدرب في نفس الدوره. تخيل لو كان بالماضي في مكان بيسيرو، كيف كنا سوف نعلق؟ بيسيرو اليوم انهزم في النهائي ليس مع المدرب الاول لكوت ديفوار، ايماس فاي. انهزم مع مع المساعد المدرب الاول والرئيسي لكوت ديفوار. لذلك تخيل نحن نبحث على اسم، كيف كان السيناريو هذا الناخب في كأس إفريقيا؟ انهزم أمام خليفة المدرب أو المساعد المدرب وليس المدرب. لا، خاصة في فرنسا يستطيع بالماضي أن يتواصل مع محرز أكثر من أي ناخب آخر، الذي لا يعرف كيف يعني ترعرع محرز وترعرع بوغرة وعنتر يحيى لذلك تخيل عندما استنسخ الأفارقة، أبدأ بالمنتخب المغربي الذي استنسخ يعني الطريقة الجزائرية بكل تفاصيل بشهادة الركراكي. اليوم مصر، وناصر يذكرنا بهذا المثال، مصر التفتت إلى الناخب المحلي والإخوة حسن إبراهيم وإبراهيم. في هذا الوقت نحن نتخلى على هذه التجربة التي يعني تحولت إلى مثال حي للأفارقة، ونحن أيضا نذكر بالتجربة السنغالية اليوسيسي الذي عمر على مدار 9 سنوات، يعني 8 سنوات 9 سنوات. اليوم نحن نتراجع على ما قدمناه للأفارقة كمثال للنجاح والتطور في عالم كرة القدم. لذلك المخاض عسير، أنا متأكد، ومتأكد أيضا بأن الأمر سوف لن يكون سهلا بالطريقة التي يتصورها البعض. اليوم المنتخب الوطني أمين قال لك بأن من المعطيات ومن من الشروط أن يبقى الناخب الوطني هنا في الجزائر ويعاين البطولة الوطنية. أي بطولة يعاين؟ لماذا تريدون أن نكذب على أنفسنا؟ أي بطولة يعاين هذا الناخب يا جماعة؟ واضح. إذن مشاهدينا، قبل الختام للتذكير، غدا إن شاء الله ثلاثاء سيتم سحب قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2025 بالعاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الجزائر ستتعرف غدا على منافسها في أولى خطوات كان 2025. أمين. يعني لما نشوفوا القرعة غدا، يعني نتأكدوا بأن المنتخب الوطني وجب عليه أن يطوي الصفحة
والبدء في مرحلة جديدة لهذا المنتخب. كان 2025 قريبة جدا من المنتخب الوطني. أكيد زميلي عماد، وهذا ما تحدثنا عليه طيلة الحصة. المنتخب الجزائري أمام مواعيد جد مهمة، يعني بمجرد الإعلان عن خبر إجراء القرعة، قرعة منافسة كأس أو تصفيات كأس إفريقيا، هو يضعك في المنافسة، يعني هذا الأمر يضعك في المنافسة. ثم إن هذا الخبر عندما يأتي والمنتخب الجزائري بدون مدرب، هذا الأمر قد يخلق ضغط. يعني أتمنى أن الأمور أن تحسم الأمور في أقرب وقت ممكن، وأتمنى أيضا أن تصحح الكثير من الأخطاء وتصحح الكثير من الأمور، ليس في المنتخب الجزائري فقط ولكن على المستوى الإداري أيضا. وأتمنى أيضا من المدرب الجديد أن يحقق أفضل ما حققه المدربين السابقين للمنتخب الجزائري. أمين، وفق القرعة سنبقى في رؤوس المجموعات، رؤوس المجموعة، خاصة بالرغم من أننا تراجعنا ب 13 مركز في التصنيف الأخير الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي نشر قبل 3 أيام، تراجعنا ب 13 مركزا، كنا في المركز 30 عالميا وتراجعنا إلى المركز 43، وذلك بسبب ما حققناه في منافسة كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار، ولكن نبقى في المستوى الأول. يعني سنبقى متصدرين لأحد المجموعات العشر. ناصر بويش، رغم ذلك في المرتبة 43، رغم كل الذي حصل لازلنا في المرتبة 43، ما راناش في المرتبة 67 ولا المرتبة 65. ما ننساوش انه قبل مجيء جمال بلماضي كنا في المرتبة 67، اليوم اصبحنا في المرتبة 43 في اسوء الاحوال. في اسوء الاحوال لازم نقولها حتى بعد المرحلة هذه، لانه هناك فئات تقول لك بلماضي جاء ولقى المنتخب منهار وذهب وخلى المنتخب منهار، لكن فيه فترة ما ننساوها، منهار ذهب منهار، لكن في الوسط كانت ايجابيات. لازم احنا كما قال لك فريد ما نبخسوش حق الرجال، لا حق الرجال، وناخذوا الشيء الايجابي اللي ربما حيسمح لنا نعاودوا كما يقولوا ركولي بور ميو سوتي، فهمتي؟ باش لازم الاشياء هذه الايجابيه. من المحزن نتحدثوا غير على سلبيات تاع الرجال، لا لازم نتكلموا الا انا ليا نتكلموا في هذه الرياضه خاصه في كره القدم. ربما كتقني تقدر تقول انه بالماضي خطا تقنيا في بعض الأمور. لا أخطأ. لكن وجب الحديث عن بعض الايجابيات. لا 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 حتى, حتى نتقدم باش ما نبقاوش يعني في تكلمنا في البلاطو هذايا، تكلمنا في البلاطو هذايا كنا ننتظر الاكثر والاحسن والاشياء كثيره، لكن جمال اخطا في عملية تقنيا في عده في خيارات، ربما في اللقاءات تسيير اللقاءات، اللقاء الاخير ضد موريتانيا ربما كنا نتساءلنا كيف المنتخب تاعنا خرج بهذه الصفة هذه، أكيد. لكن ما لازمش ننساو العمل اللي قام به هذا الناخب. لهذا أنا المنتخب بحاجة إلى هدوء، ونتمنى الأفضل والأحسن لمنتخبنا.